صباح الخير عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبات النهاردة هنتكلم عنه هو بند القنصل، أو اللي هو الاسم العلمي. نتكلم عن الاسم العلمي الأول عشان اللي عايز يعمل سيرش عليها على النت أو حاجة. هي معروفة ببنت القنصل، هتلاقوها على النت موجودة على جوجل، هتلاقي سيرش، هتلاقي مقالات كتير ومواقع كتير اتكلمت عنها وناس كتير أفاضل اتكلموا عنها. هي اسمها الإيفوربيا لوشيرما، تمام. هي من انواع الليفوربيا، هي متساقطة الاوراق، شجيرة موطنها الاصلي المكسيك وسط امريكا. شكلها جميل دوت، اوراقها جميلة. طيب جمالها في اوراقها، لا جمالها ان هي بتطلع نهايات زهرية كده، وهسيب لكم الصورة عند حضراتكم، لان هي ما بتظهرش الا مع راس السنة في شهر 12، عشان كده برضك اتسمت من ضمن مسمياتها زهرة الكريسماس، لانه برضك او مثلا بيسموها نجمة عيد الميلاد. هي ثلاث اسامي، اسامي كتير ممكن تختلف من بلد للتانية، عشان هي بس ارجعوا التسمية ان هي بتظهر وفي راس السنة في شهر 12 او اخر شهر 12 وبدايات شهر 1 في بداية السنة الجديدة، وما بتظهرش ازهار زي ما احنا عاهدينها كده ازهار عادية، لا هي باوراقها الطرفية خالص بتتحول لشكل نجمي زهري زي ما حضراتكم شفتوه في الصور اللي باينة قدام حضراتكم على الشاشة، تمام. هي اوراقها دي كده، هي بدأت تجدد اوراقها لحد ما نبدا نوصل لشهر 12، نعيشنا وكلينا عمر ان شاء الله، ويكون ربنا رفع الوباء دوت. تبدا تزهر معانا، او الاوراق تتحول لحاجه اسمها قنبات، اللي هي نهايات الورقيه اللي بتتحول الوانها لالوان الزهر، وهنا الوانها بتتحول للون الاحمر وهو اللون الشائع في بنت القنصل، وفي منها اللون الكريمي وفي منها الاصفر على ما اعتقد، بس المشهور عندنا او هو المشهور اصلا الاحمر، يعني الاحمر هو المشهور. وبتفضل الورق ده بيفضل او الزهر ده بيفضل ملون وشكله رائع كده لمده اسابيع، ممكن يقعد معانا بالشهر ولا حاجه لحد ما يبدا يتساقط. وهي مره واحده بقى، كل سنه وانتم طيبين لحد الشهر 12 العام القادم. بيخش الشتاء بتبدا تتساقط الاوراق، شهر بقى 1 و2 و3، مع بداية شهر 3 الربيع تبدأ بالشكل الجميل ده، تعاود نموها بالشكل الرائع دوت وألوانها الجميلة دي. طيب العناية ببنت القنصل ايه؟ العناية ببنت القنصل هي بتحتاج ضوء شديد، ضوء ساطع، جو دافئ معتدل، بتروى باعتدال علشان ما الجذور ما يحصلهاش تعفن. يعني ايه اعتدال؟ يعني تروى كل ما التربة تجف بصباعك زي ما قلنا، وبتشوف القصيص التربة اول 2 سنتي كده من التربة على قد ما تغرز صباعك فيه، ترابة ناشفة خلاص اسقي، تمام. طبعا المحافظة دايما يا جماعة، المحافظة دايما على فتحات تصريف القصيص تكون سالكة، بحيث ان اي مية زايدة تنزل من القصيص. بتقلم في قلنا شهر مارس اللي هو بقى بداية الربيع، علشان الفروع بتبقى فاضية خالص، فانت بتفكرها ماتت. النبتة ما بتموتش، النبتة شديدة التحمل، حتى لو انت عايزها تموت هي مش هتموت، يعني هي معروفة بكده، يعني هي لو عايزها تموت او هتهملها عن عمد مش هتموت، الا اذا بقى اللهم يعني ايه ما حطيتهاش مية خالص، يعني بقى طنشتها خالص. انما هي بتيجي في الربيع هتبدأ تدي معاك بالشكل اللي حضراتكم شايفينه الرائع دوت، واوراقها جميلة بشكلها الجميل والوانها الجميلة ديت، تمام. فهي نبتة جميلة شديدة التحمل، الإيفوربيا عموما شديدة التحمل، وهي من فصائل الإيفوربيا. بالنسبة للتسميد بتسمد كل أسبوعين بسماد مخفف، بتسمد كل أسبوعين بسماد مخفف NBK، سواء كان سقي في التربة أو رش على الأوراق، سواء كان سقي في التربة أو رش على الأوراق. ان بيكي طبعا بيحب التربه، هو بيحب التربه الغنيه برضه، اي نبات يحب التربه الغنيه. وانت بتحضر التربه بتحط لها كومبوست او الاسمده المتحلله النظيفه، اسمده بلدي او اسمده عضويه، لكن بشرط تكون متحلله او معالجه حراريه. في حاجات بتتباع جاهزه زي الكومبوستات وكلام من ده.
عندك بس في ملحوظة قلناها في الإفوربيا ميلي اللي هي شوكة المسيح، كانت أول حلقة أو تالت حلقة في القناة عندنا. وأنت بتقلم أو بتقص فرع من فروع النبتة دوت بيطلع سائل أبيض، بلاش يجي على إيدك، ولو جه على إيدك بلاش إيدك تلمس عينيك، تغسل إيدك كويس بالمية والصابون. دايما تراعي إجراءات السلامة والأمان وأنت شغال برضك مع الورد. في حاجات بيبقى فيها اشواك ممكن تصيبك، يستحسن تلبس قفاز او جوانتي في ايدك عشان برضك ما تعورش نفسك او كلام من ده. يعني دايما تشوف النبات اللي انت بتتعامل معاه وتبدا تشوف الاحتياطات او اجراءات الامن والسلامه وتاخدها اثناء التعامل. يعني عندك بقى، فعشان كده يعني ايه، نبعد النبات عن الاطفال عشان ما يكسروش حته منه يطلع السائل الابيض او كلام من ده في الغالب. يعني نرجع تاني لموضوعنا، بيتنمو بيت القنصل قلنا فيه اغلب انواع التربة، وتجود في التربة اللي هي جيدة التصريف قلنا، لازم تبقى نباتك في تربة جيدة غنية، الاصيص فيه فتحات تصريف سالكة علشان المية الزيادة تنزل ما يحصلش تعفن للجذور. بيحب اللي هو زراعته بقى اكتر مكان ممكن تحطه في البلكونة، زي مثلا انا حاطه اول الشباك، بيبقى مكان نص ظل ونص شمس، نص ظل نص شمس، تمام، لانه عايز اضاءة شديدة بس مش عايز الشمس المتسلطة عليه 4 5 6 ساعات، لا هو عايز مثلا كتسليط شمس ممكن ساعة ساعتين في اليوم يكفي جدا. يعني عندك تكاثر بنت القنصل، بيتكاثر بالعقل الساقية والعقل الطرفية، وده في شهر الربيع، شهر 3 و4، شهور الربيع شهر 3 و4 وممكن 5 بيحصل تكاثر لبنت القنصل، بتقص فرع اوساق وبطول مثلا 20 سنتي وتبدا تغرزه برضه في التربه، ممكن ترجع لي حلقه هرمونات التجذير، ممكن تحط هرمون تجذير. هو شديد التحمل والنبات جميل وبيطلع مش محتاج هرمون تجذير، يعني ما بي الساق ما بيعفنش منك بسرعه وكلام من ده، بينجح في اغلب الاوقات. ازرعه، نبات جميل شكله جميل، نبات رائع. ممكن تقروا عنه برضك لو في معلومات فاتتني، ممكن تقروا عنه على النت. واتمنى الحلقه تكون عجبتكم ونشوفكم في موضوع جديد ان شاء الله.